للأسف الشديد ما نشاهده على شاشة التلفزة يعد بجميع الفئات أنه سيء وسيء للغاية. لم نجد مواضيع تعالج مشاكل المواطن التونسي. بعد يوم عمل ماذا بيه نتفرج في برامج هادفة، مسلسلات تافهة. إذا كان نوجد مسلسلات تفيد المواطن وتفيد المشاهد ككل، أراني نذكر لك ما أشاهده فعلا هو سيء وسيء للغاية. الحقيقة ما عجبونيش، مش متاع عائلات، متاع مثلا بو والأم والصغار باش يتفرجوا مع بعضهم. ماذا بيا كان كانوا كيما قبل، على خاطر كان مثلا كثرونا مسلسلات دينية، كان جابونا مثلا حاجة تونسية ما فيهاش معناها فما حوايج ما تنجمش تتفرج عليهم أنت وصغارك وراجلك وأمك وبوك، فما حوايج معناها ما يقبلهمش المواطن التونسي. ما عجبونيش بصراحة الإنتاج التونسي لما يكون في المستوى كما توا قاعدين نتفرجوا مثلا على مسلسلات في محويج خايبه في ملعرة زادة، بصراحه ما هماش في المستوى. مسلسلات معناها ما يرتقيوش باش العائلات تتفرج فيه، يلزم العائلات كي باش تتفرج مسلسل كيما ذاك الاولاد يتفرجوا واحد ولا يتفرجوا واحد ولا يتفرجوا واحد. كنا نتصوروا معناها السنه باش يجيبوا لنا حاجات جديده هكا يرجعونا للروح نتاعنا والاصاله نتاعنا في برشا حاجات، فهمت معناها من اللي يذل الأذان وتجي كل الابتهالات شوية ولا شوية قرآن واحد بعد واحد ينسى. كل ما فماش حاجة هادفة، مواضيع مش ولا بد على البلاتوات على متقلق ما عندك ما تتفرج، وخاصة عندك صغيرات وعندك جيل مش يطلع، فماش حاجة هادفة كما مثلا كل مسلسل متاع شو اسمه هذاك شور ولا خير، جيبنا على تاريخ إنسان عمل حاجة كسوا في دينه كسوا في بلاده. شباب ماشي في الهاوية وزد عليه في برشا مواضيع ما ليهاش لا راس لا ساس، هو خطاب على الباب يحكي على زمنين وعلى كل حكايات وعلى الأداب والتوانسة الأصليين وأخلاقنا وطبيعتنا والقدر للكبير وكل حكايات. خطاب على الباب كما شوف لي حل مثلا حكايتك اللي محلاهم، هذا توا يحكوا لك حكايات واللي يجيبوا لك في بلاتوات. صح نفضل اكثر هي الافلام بلدان اخرى، نحسها معناتها ما هيش هذيك كلها خاطر تنقصها معناتها الذمار، تنقصها معناتها كانت قبل الكاميرا كاشي تعمل جو في الدار، الناس كلها تبدا عامله جو في الدار وقت تتفرج. مثلا السنه نشوفها برسك منقطعه يعني في قناة معظم القنوات، يعني كان نتفرج في المسلسل نتاع دنيا أخرى مثلا كريم الغربي النسبة الكبيرة من المسلسلات والبرامج الرمضانية هي تافهة ومنحطة وما فيها حتى فائدة للشعب، مليارات يصرفوا فيها على معناتها حاجات معناتها ما فيها حتى فائدة للشعب، وبارسا معناتها المضمون ككل معناتها كي تجي تحل وما تلقاش فيه حتى فايدة وحتى مغزى وحتى معنى. قانون العرض والطلب معناتها ذاك الموجود، المواطن يلقى روحه معناتها مضطر باش يتفرج في الحاجة ذيك خاطر هذاك الموجود مالوريزمون معناتها الإعلام فرض عليه ما غير ما يشعر يولي يتفرج في الحاجات هذيك.